يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الدورة 15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، والتي ستعقد في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 30 من يناير 2020، حيث من المقرر أن يشارك الوفد ضمن المجموعة العربية في اجتماعات عدد من اللجان. وللحديث حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد. مساء الخير سعادة النائب، بداية لو تطلعنا حول أهمية مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. مساء النور. يا أخي، بالنسبة لهذا المؤتمر العام، هو طبعا مؤتمر إسلامي ينبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وهو في دورته 15 مثل ما تفضلت، في الفترة بين 27 إلى 30 راح يكون المؤتمر. هذا المؤتمر ينعقد سنويا تقريبا، ويتوزع على مختلف القارات الرئيسية التي تتواجد فيها الدول الإسلامية. أهمية هذا المؤتمر تنبع من أن البحرين هو عنصر فاعل في منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا نظرا للحاجة الملحة لمناقشة العديد من القضايا الملحة على الساحة الإسلامية، والتي تمثل هم مشترك بين مختلف الدول الإسلامية، أعتقد أن البحرين كدولة فاعلة في منظمة التعاون الإسلامي تسعى بكل جهودها أن تتعاون وتتكامل مع أدوار شقيقاتها في دول مجلس التعاون ودول العالم الإسلامي بشكل عام. نعم. في طرح القضايا الرئيسية هذا العام طبعا راح تكون في قضايا أساسية طرحت أو راح تطرح، من بينها طبعا في مقدمات القضايا دور الشباب في المرحلة القادمة في يعني العمل التنموي وعلى مستوى يعني دول منظمة التعاون الإسلامي. نعم سعادة النائب، ما هي أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات المؤتمر؟ طبعا المؤتمر يتحدث لجميع القضايا الأساسية والملحة التي تمثل هاجس رئيسي لجميع دول منظمة التعاون الإسلامي، لكن مثل ما ذكرت من شوي أن هذا العام راح يكون التركيز على دور الشباب، وأيضا يعني لا ننسى في هذا الجانب أيضا هناك لجان تنبنك على هذا المؤتمر. البحرين مشاركة في لجنتين على الأقل من هذه اللجان، وهي لجنة طبعا فلسطين، واللجنة الثانية هي لجنة حقوق المرأة وحقوق الإنسان والأسرة، ولنا تمثيل دائم في هذه اللجنتين. سوف نسعى من خلال حضورنا في المؤتمر أيضا إلى إبراز الوجه الحقيقي لمملكة البحرين في هذه القضايا الرئيسية وفي مختلف القضايا التي تهم الشارع الإسلامي والشارع البحريني على وجه التحديد. أعتقد أن أيضا راح نشارك في الاجتماعات الفرعية واللجان على مستوى اللجنة العامين لمجلس مجالس النواب والشورى، وبالمناسبة احنا أيضا راح نشارك بوفد مشترك بين مجلس النواب ومجلس الشورى، ونتمنى أن يكون هذه المشاركة كما كانت في قبل عام عندما كان في كازابلانكا المغرب. أيضا يكون دور فاعل للبحرين ووفد البحرين على مستوى التعاون مع شقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسي. نعم سعادة النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تمنياتنا لكم بالتوفيق في مشاركتكم القادمة وتمثيل مملكة البحرين.